بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. تكريم اللي تأشر إلى الآية الكريمة ولقد كرمنا بني آدم، تكريم الحقيقة بالخلقة وبالمعاملة. الله عز وجل خلق الإنسان مميز على كل المخلوقات، يعني هالمخلوقات هذه اللي ويانا بالكون تعيش ويانا. طبعا اكو مخلوقات كثيرة تعيش ويانا بالبحر قسم، بالبار، بالجاو، هالمخلوقات الحيوانات هالفصائل احنا نمتاز عنها. هسا من بعد ما نأخذ مقدمة ان شاء الله فكرة نشوف شنو معنى التكريم، شلون الله فضلنا وشلون كرمنا. بس ابرز عناصر التكريم ان الله تبارك وتعالى ساوى الناس في اصل المنشأ والخلقة. يعني شلون؟ يعني احنا ما نقدر نعرف ان الآدمي شلون مكرم الا ندرس الحضارات اللي كانت معاصرة للاسلام. كانت اكو حضارات معاصرة للاسلام، هاي الحضارات شلون كانت تعامل الآدمي، يعني معاملتهم للإنسان شلون كانت، نعرفها ونقارنها بمعاملة الإسلام. وإذا قارنا يظهر يطلع الفرق. يعني أنت الآن ما تعرف النور إذا ما تعرف الظلام طبعا، وما تعرف الخير شنو قيمته إذا ما تعرف الشر، والإنسان ما يعرف الحلو إلا يعرف المر والشكل، يعني وبضدها تتميز الأشياء. فخلي نلاحظ شنو الحضارات شلون كانت تعامل الإنسان، شلون تعامل بني آدم، وشلون الإسلام إجا عامله. هذا يظهر نتيجة المقارنة بالمحاضرة. نجي أولا إلى الحضارة الهندية. الحضارة الهندية حضارة طبعا كبيرة وعريقة، زين شلون كانوا ذولا يقسمون طبقات الناس؟ هذول كانوا يقسمون طبقات الناس أربعة. أولا الكتب الدينية تقول أن إبراهما خلق أربع طبقات. الطبقة الأولى خلقها منين؟ من منطقة الرأس، من فمه. يعني من هذول؟ هذول البرهميين، البراهمة ذولا يقولون خلقهم براهما من فمه، يعني من أشرف موضع في جسمه. طبعا هم يعتبرون أشرف موضع الرأس، وأشرف موضع بالرأس الفم، فيقولون هو خلقهم من أشرف موضع، ولذلك ذولا شطاهم براهما، انطاهم الحق أن يشرفون على المذابح، يعني الذبيحة إذا ما هم يشركون عليها ما تصير حلال. اعطاهم الأمر والنهي، اعطاهم الوظائف الدينية، اعطاهم الوضع المميز بالمجتمع، يعني المنطقة الراقية، اعطاهم المنزلة الراقية، هم القمة، هم الرأس، قمة الهرم. زين هذول البراهم. ثانيا الكشتاريين ذول يقولون خلقهم براهما من ذراعه، من ايده. زين هذول شطوهم باعتبارهم مخلوقين من ذراعه، اطوهم الشؤون الحربيه، الدفاع الداخلي والدفاع الخارجي، هم يحفظون الامن، هم يدافعون عن الحدود، هم يتولون الدفاع عن الامه، هم بيديهم قضايا الحرب والسلام، بايديهم هم الفئه وظائفها. هاي اثنين. الطبقة الثالثة هذول الفيزائيين. هذول الفيزائيين هذول يقولون خلقهم من فخذه. طيب هذول شطوهم؟ شطوهم المحراب،
مال الزراعة، أن أنتم تزرعون، طوهم المطرقة مال الصناعة، يعني صناعة حداحدة خشب أعمال نجارة، أنتم مسؤولين عن هذا. طيب هذول الطبقة الثالثة الذين خلقوا من فخذ براهما يأخذون هالوظائف. يا وظائف اللي قلت لك أنه زراعة صناعة حدادة نجارة إلى آخره الأشياء. هاي ثلاثة. الطبقة الرابعة شنو؟ ذولا يقولون خلقهم من قدمه، ذولا ياهو ذولا المنبوذين. المنبوذين هذولا يقولون خلقوا ليكونوا خدما لباقي الطبقات، ومع ذلك يتولون خدمة باقي الطبقات وهم أرجاس أنجاس، ما إلهم حق بالمجتمع. التفت التساق، وهذا حتى الآن ماشي، مو ما أكلت شيء تاريخي، يعني شوية القانون ده يحاول أن يمتصه شوية شوية. زين، هذا هاي الحضارة الهندية. نجي إلى الحضارة اليونانية الأوروبية اللي هي أم الحضارات، أصل الحضارات. الحضارة اليونانية من اللي يترجمها أو يمثلها في هذا الموضوع؟ يمثلها أرسطو، فيلسوف اليونان الأول أو المعلم الضخم في اليونان. أرسطو يطي المسألة بعد بيولوجي. شلون يعني بعد بيولوجي؟ أوضح لك. يعني يقول أن الله عز وجل أو الآلهة، هو طبعا ما عنده الله، عنده الآلهة، آلهة في اليونان. يقول آلهة اليونان خلقت الناس طبقتين، طبقة سلحتهم بالإرادة والعلم والعقل، فالطبقة الأولى سلحوا بالإرادة وبالعلم وبالعقل، فذول السادة يسميهم. من هذول اليونانيين؟ بيقول هذول القضايا الفكرية، قضايا العلوم، القضايا العبقرية، الاختراعات، المكانة المميزة، المن لليونانيين هم سادة العالم. طيب من اللي من بعدهم يجي يسميها الشعوب البرابرة؟ كل الشعوب ما في بعض. إذا خلي اليونانيين على جانب، يعني أشبه شيء بمعادلة فردتين مال ميزان، فردة عليها اليونانيين والثانية عليها كل الشعوب. هاي اللي عليها كل الشعوب يسميهم البرابرة، واليونانيين يسميهم قادة العالم. زين، هذول اليونانيين قادة العالم، طبعا يحتاجون من يخدمهم، من يزرع لهم، من يصنع لهم، من يتولى الخدمة، من يقوم بالأعمال الأخرى. من هذول اللي يقومون بالأعمال؟ الشعوب البرادرة اللي يسميهم الشعوب الباقية. الشعوب الباقية هذول شنو يسميهم؟ أرقاء، يعني مملوكين عبيد، الرق هذول. ويقول هذول الشعوب الباقية، يقول احنا نحتاج آلتين. التفت للتعبير، شوف التعبير شلون. آلتين نحتاج، آلة صامتة وآلة متحركة. الآلة الصامتة شنو؟ المحراث مال الزراعة، دراكتور مثلا، سيارة أفرض. الآلة هالآلة، الآلة اللي نستخدمها الآلة الصامتة، وآلة متحركة وهي الإنسان الرق، هو اللي يحرك الآلة الصامتة. عليه ايش راح يصير؟ يقول المجتمع لازم يبقى بيه الشعوب البرادرة يبقون عبيد رق، إلى أن يا وقت يتحررون. يقول يتحررون إلى أن تتطور الآلة فتصبح تشتغل وحدها بدون محرك. إذا تطورت الآلة وصارت تشتغل وحدها بدون محرك نستغني عن الأرقاء. إذن الشعب كله، الشعوب كلها برابرة وعبيد، علما لليونانيين، واليونانيين هم السادة، والباقين ذولا خدم، مزارعين، صناع، عمال، يبقون إلى أن يستغنى عن الرق انهدهم. اثنين، نجي الحضارة الثالثة الرومانية. الحضارة الرومانية هي وليدة الحضارة اليونانية. الحضارة الرومانية الواقع عيال على الحضارة، يعني ما أخذ من عندها، يعني مقتبسة منها، يعني بتعبير آخر تلميذتها بالثقافة. جد الرومان أيضا يقسمون المجتمع قسمين، قسم الرومان وقسم غير الرومان.
يعطون حقوق كاملة قانونية للرومان، أما غير الروماني باقي الشعوب قسم يعطون نص حق وقسم يحرموه من الحق نهائيا. وفلسفتهم معروفة واضحة. زين، هاي ثلاث حضارات. الحضارة الرابعة حضارة اليهود. هذول شلون يعاملون الناس؟ هذول اكو عندهم نظرية يسموها نظرية الجويم. نظرية الجويم عينا مأخوذة من النظرية اليونانية اللي ذكرتها لك. مو اليوناني يقولون احنا نريد آلتين، نريد آلة متحركة وآلة جامدة، يسمون الإنسان آلة عينا يعني حكمه، حكم الدراكتور أو حكم السيارة. هذول يقولون الناس شيء، مو ناس، ماكو شيء. يعني أنت لما تسحق لك الآن على خشبة ضميرك قلبك يوجعك أنك آذيت الخشبة؟ طبعا لا، الخشبة ما تحس. هذول يعتبرون الأشياء الباقية عدا الإسرائيليين عدا اليهود جويم، شيء يعني مو فرد شيء، يعني أذيتهم أو الاعتداء عليهم يؤدي الضمير أو يألم الضمير إطلاقا. هذول أرقاء عبيد المن لليهود. منين جاية هاي النظرية؟ هاي جاية التوراة تروي هاي الحادثة اللي أذكرها لك الآن. شنو الحادثة؟ يقولون أن نوح عليه السلام لما صنع السفينة وركب بالسفينة، طبعا جمع بالسفينة من كل زوجين اثنين حتى لا تنقرض الأنواع، الأنواع تبقى محفوظة. جاب مثلا حصان وفرس، جاب بقرة مثلا وثور، جاب إلى آخره، يعني من كل زوجين اثنين. طيب بعد أن كمل السفينة وهيأها للحركة، تعب، يقولون تعب من العمل، وتحركت السفينة، أولاد وياه منه شام وحام ويافد. شام أبو الشاميين، إحنا وجماعتنا حتى اليهود هم مهم من شام عينا، أولاد شام. زين، ويافد أبو الأتراك، أبو التتار، أبو هالشعوب هذه. زين، وحام أبو العبيد. ليش أبو العبيد؟ شنو السبب؟ يروون هالحادثة، يقولون أن لما نام نوح من بعد ما تعب، اجى الهوى طير شوية ملابسه وبدت عورته. زين، لما بدت عورته قام يعاين حام ويضحك، يعاين الأبو ويضحك. اجى شام ويافث، ذولا كانوا مؤدبين، استحوا جابوا أزار وقاموا من يمشون يرجعون لي وراء لي وراء لي وراء، يعني بدون ان يشوفون يوجهون عيونهم الى جهة ابوهم، الى ان وصلوا الى غطوه بالازار. قعد شافهم واقفين يسوون هالعملية، سألهم ما الخبر؟ قالوا القصة الشكل، واحنا غطيناك وهذا ابنك وقف يضحك. فزعل وقال اللهم اجعل هؤلاء ولد هذا عبيدا لولد هذين. فمن ذاك اليوم قسموا الخلق بهالقضية الكلاسيكية، ان الناس قسمين، احرار اللي هم اولاد شام ويافث، وعبيد اللي هم اولاد حام. هاي من جملة اساطيرهم الموجودة وين؟ بالتوراة. الشاذولة لما تجي لي تسئلة تقول له انت شلون تقبل بهالنظرية؟ ترى اليهود مو تتصور يعني ناس عاديين، يهود عباقرة، يعني لازم نعرف عدونا، يعني مو اليهود هم اللي يديرون العالم، بنات مو شيء، مو لعبة. زين، ولذلك هم خطر من هالجانب، خطر ضخم، يعني واحد يكون يعرف عدوه شنو قيمته شنو ضخامته. انت تعال ترجع الى عباقرة، عندهم عباقرة مالئين الدنيا عبقرية. زين، وناس عاديين بالاختراعات المادية، ها مو بالقضايا الخلقية والسلوكية، لا، هم يديرون مصارف العالم، يديرون الاختراعات العالمية، مناطق النفوذ، مسألة مو كيفنا نقول مو كوشو هاي هي، لا، الواقع هكا لا. بس هم لما تيجي ليهم من وجهة سلوكية أخلاقية عندهم هالنظرية هاي، أنهم شعب الله الممتاز، أنهم شعب الله الممتاز. زين، هذه تقول له يا أخي تعال، أنت لما تقول أن نوح دعا الله أن يجعل أولاد هذا عبيد لولد هذين،
ما سألت نفسك ضميرك. إذا ترجع من وجهة دينية، الدين يحمل كل فرد مسؤولية جنائية، المسؤولية الجنائية تقصر على شخص مرتكب الجناية. أما ابني شنو ذنب أنا حتى يتحمل مسؤولية جنائية؟ يعني أفرض الأب غلط، أولاده يصبحون عبيد، إيش معنى؟ شنو ذنبه؟ هاي وحدة. قانونا أنت عندك قوانين، زين هذه القوانين اللي عندك تقصر المسؤولية الجنائية على شخص مرتكب الجناية. طيب الأولاد شنو؟ أنت شلون تقبل بها الحكي هذا؟ زين الله عز وجل شلون يظلم الناس؟ والله يقول إن ربك لا يظلم أحدا. زين؟ ما ممكن الله تبارك وتعالى يظلم أحد. وأنت تدعي أنك تحمل شريعة موسى، وشريعة موسى ما تقر هالمعنى، ما مستعدة تخلي إنسان عبد لإنسان. إذا منين جاي هذا اللعب؟ جاي من العنصرية، من اللعب بالتوراة، وإلا ما ممكن كتاب سماوي يصير بها المهزلة هذه. ما ممكن فرد أبو، أولا هي قضية أسطورة خرافية، لو فرضنا صدق مو أسطورة خرافية، افرض صدق، ها؟ حتى إذا صدق شنو ذنب الناس؟ شنو ذنب الآخرين يتحملون أن فرد أبو أساء؟ ذول يتحملون. زين آدم عليه السلام أكل من الشجرة أنزله الله من الجنة، يعني احنا نتحمل أهم شنو بش مسؤولين احنا؟ المسألة ما تقبل، يعني لا يقبلها قانون ولا يقبلها عقل ولا ذوق، يعني عملية أسطورية خرافية ما يمكن تقبل بحال من الأحوال اطلاقا. بس هم تعرف ليش يقبلوها؟ هم مو غشمة، يعني ما يفهموها، لا آمين، قبلوها لأن تشكل بالنسبة لهم وضعية مميزة، يعني بها مصلحة أن الناس خدم إلي، وأنا أبوي أبو دعالة، وأبو كان نبي سيد الأنبياء أو أبو الأنبياء إبراهيم، وأن الناس عبيد لنا، يعني تغذي عندهم شعور عنصري القضية، فلذلك راغبين لها. وإلا أصلا وما أكثر خرافاتكم، ترى هم إذا تقرأ جانبهم الديني، يعني أنت الآن تتعجب لما تجي لليهود ككتاب مقدس، تقرأ الكتاب المقدس ما لليهود وتقرأ تاريخ اليهود يختلف هذا عن هذا، هو يختلف. الكتاب اللي يسموه كتاب مقدس، التوراة مثلا، الإصحاحات ما للتوراة، لما تقرأها ما ممكن يكون هذا كتاب مقدس، كتاب خرافات بلا كلام. لكن تيجي لهم هم شيء آخر، لأن هم الواقع متحررين من هالجانب هذا، ما لهم علاقة به، إنما لازمي بمجرد العصبية ليس إلا، يعني الواقع مو اعتناق للدين، اعتناق للعصبية ليس إلا. زين هذول إذن أيضا حضارتهم ما تساوي الناس بعد، منو عندنا؟ منو ضلع العرب بالجاهلية؟ تتصور العرب بالجاهلية كان إذا يخطب منهم واحد غير عربي عسى إن شاء الله يكون مدري منو، ها؟ أبدا ما يعطوه، ما يزوجوه، يتصور أن هذا دون مستوى مهما يكون، حتى اللي يعيش منهم بين معاطن الإبل يتصورون أن العناصر الأخرى ما تعتبر كفؤ إلهم. وغريب أنه ما حد شوية أطول بالحكاية، أكو بعض فقهاء الإسلام متأثر بيهم، غريب غريب، يعني لما يجي حدد الكفاءة يقول لك فلان مو كفؤ لفلان، هذا اللي هالشكل ما يصير كفؤ للي هالشكل. وين راح إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ ما يمكن هذا، ما يجتمع ويا واحد على سلو يحكيها واحد مثلا خارج نطاق الإسلام ما يخالف، لكن اللي يعيشوا بحضارة إسلامية، الحضارة الإسلامية مصدرها القرآن، القرآن يعتبر الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى، خلاص كلكم متساوون. أما أن تيجي تعتبر هذا مو كفو لهذا، أبدا ما تقبل هاي النظرية بالمرة. زين دخل نعود، هذول في أيامهم ما كان واحد من عندهم يمكن ان يلبي واحد اذا خطب من عنده، يعني اصلا ما يتصور الى واحد كف، تعرف توصل الحاله بواحد من عندهم يقولوا له انت ليش ما تنادم؟ هذا وائل ابن حجر الحضرمي، يقولوا له عاده الرؤساء الامراء عندهم ندمان، اصدقاء يقعدون وياهم من جنسهم يرتاحون لهم،
انسان مدني، ما انت تعيش وحده، ذولا اكو اصدقاء بمستواك ترتاح وياهم، تتبادل وياهم الاراء. قال لهم انا تردون من عندي انادم واحد من هذولا؟ انما ينادمني القمران. يعني الشمس والقمر، انا ما اصلح الا تقعد يمي الشمس والقمر، يلا تصلحي. طبيعي هوس، هوس ما تقف يعني، فد هوس فد عصبيه لا معنى لها. هاي الحضره اللي كانت سائده وإجا الاسلام، تتصور ايش قد خطى الاسلام خطوات عمليه فيها النقله، نقل هالجانب الحضاري المتأصل الى جانب حضاري اخر يختلف عنه 100%. اجا واذا الاسلام يعلن نظريته بيش، ولقد كرمنا بني ادم، بني ادم كلهم مكرمون على حد سواء، ماكو انسان يفترق عن انسان اخر، اثنينهم بالاصل واحد، اثنينهم بالنتيجة واحد، بالبداية وبالنهاية، بداية واحد ونهاية واحد. البداية ألم نخلقكم من ماء مهين، أي البداية، والبداية الأخيرة اللي راح ينتهي إلها كل نفس ذائقة، وراح نعرف نتيجة الموت شنو. ترابة هو هالترابة تمشي عليها وتسحقها، وما تعرف لما تمشي عليها وتسحقها أن هذا خد ملك، لو خد فقير، خد فلاح، او خد واحد من العباقرة، ابدا كلها مو هذا. واحد اعرابي قالوا كتبوا هالابيات على قبري، كتبوا شنو الابيات؟ يا واقفين الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم، لا تستعزوا بالحياة فانكم تبنون والموت المفرق هادم، شاوى الردى ما بيننا في حفرة حيث المخدم واحد والقادم. كلها سواء، ماكو التراب، الطاها هوية موحدة ابدا. هذا ماكو ما ميزة اطلاقا. الاسكندر شاف له واحد قاعد بالمقبرة، اسكندر في اليوم يبدو عجبته شوية نفسه، اسكندر وضخم وقبل سلاح وراء فرجيش ضخم علي الطويل، لقاله واحد قاعد بالمقبرة يحب يسمي بيده يلم بالتراب ويبحث بيه، تعال ليش سويته؟ قال له والله انا موكل. قال له موكل بشنو؟ مكلف. قال له بيش مكلف؟ قال له مكلف ادور هالمكان هالعظام، اريد افرق عظام الملوك عن عظام الشوقة، شو كله شو مقبرة ابدا. قال له لقد وعظت فابلغت، خلاص انا فاهم وضعي، لا اعرف نفسي نتيجة اعرفها. ايه هذه هي اللي تشوف هاي النتائج، الله اكبر نتيجة مرة والله. مو هالوجه الانيق، ها العين الانيقة غصبا عليك تسلمها الى الدود يعبث بها ما يشاء، ويقول ايه يا اخي احدى روائعه، ولقد قلت لنفسي وانا بين الحفائر هل رأيت الأمن والراحة إلا بالمخابر، فأشارت فإذا للدود عبث بالمحاجر. العيون هذه تعبت لك بها الديدان كيف ما شاءت. المهم أعود للآية. طيب بعد عنصر من عناصر التكريم، قلنا مو قلنا المساواة، المساواة مثل ما بين شعب وشعب، بين فرد وفرد. أجا الإسلام، تعرف الشعوب كانت تعتبر المرأة، الشعوب كانت تعتبر المرأة شر ووبال، يقولون هذه يعتبروها غلاف إبليس، مو بس على حساب أن ما عنده طعام يطبطف لها إذا كبرت، يعني كان البنت ما يعتبرها منتجة مستهلكة، يقول لك هي تكبر بس تأكل وتلبس، ما نفي أن الولد عندي يشتغل فيقضي عليها من ناحية اقتصادية، لا المسألة بعض الشعوب بعض الباحثين الأنثروبولوجيين يقولون لا، المسألة مو مش مسألة طعام، لا مسألة عقيدة بأن هذه كيان راح يبث الشر بالعالم وعليه يجب القضاء عليه، وفعلا أجى الإسلام ألغى هذا. ولذلك تلقى الآيات الكريمة إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، دائما
اقرأ اسماعهم باشعارهم بالمساواه وانهم على حد سواء، اجل الحقوق المدنية الحقوق الاخرى كلها سواء ما بينهم فيها، من هنا تعرف التكريم. قد ولقد كرمنا بني ادم زين، وحملناهم في البر والبحر. شنو معنى حملناهم في البر والبحر؟ يعني مكناهم اعطيناهم قدرة على استخدام البر والبحر. انت تلقى الكائنات الاخرى اما تلقي كيان متخصص بالجو او كيان متخصص بالبر او كيان متخصص بالبحر، والله عز وجل قدم بعض النوادج اللي نسميها برمائية بعضها، والا غالبا الحيوان عنده قدرة يطير بالجو وما عنده قدرة الغوص بالبحر، او يغوص بالبحر وما عنده قدرة الطيران بالجو، او يعيش بالبر وما عنده قدرة العيش بالبحر، او يعيش بالبحر وما عنده قدرة العيش برا. هاي باقي المخلوقات. لكن تيجي للانسان تلقى قدراته ما تقف عند حد. سماء تناوشها، الكواكب تناوشها، شو راح يسوي ما ندري. الواقع اطافت قدرة غريبة، ابداع غريب. وتقدر تسأل ذولا تقولهم تعالوا عللوا لي يا اخوان، اخي ما تعللوا لي انتوا ليش مخ الانسان يلعب هاللعب ومخ الحيوانات الباقية؟ اذا من خواص المادة، المادة وحدة هنا وهناك وحدة، عند البعير وعند البقرة وعند مخ الانسان كلها واحدة، تختلف بترتيب الخلايا بس زين، بعدد الخلايا، والا المادة واحدة. فلو كانت المعرفة من خواص المادة، ليش هذا ما عنده مخ وهذا عنده مخ، وهذا مخه يشتغل وهذا ما يشتغل؟ طبيعي. من هنا تعرف ابداع الباري عز وجل، ان الله تبارك وتعالى حملهم في البر والبحر، رزقهم من الطيبات، اي طيبة مادية او معنوية سخرها لهم. الطيبات المادية موجودة والطيبات المعنوية. الطيبات المادية الطعام، اللباس، السكن، كل وسائل اللذة المادية زين. والطيبات المعنوية هاي اللي الواقع ما إلها حد. يعني الطيبات المعنوية شلون الطيبات المعنوية؟ انت تتصور اذا واحد من ذول العلماء او من ذول العباقرة اكتشف له فرد اكتشاف او اجب نظرية، تدري ايش قد يلتذ، ايش قد يشعر بلذة؟ هذا يشعر ان مالك العالم، يشعر ان ممتد بالعالم. بس شيء بسيط، شيء بسيط. الان تتصور انت اديسون، وين ما تروح اديسون قدامك؟ ابدا، اديسون قدامك، اديسون بالمروحة، اديسون بالتلفزيون، اديسون بالميكروفون، اديسون بالسيارة. يا اخي هذا وجه لك الطاقة، هالتوجيه الهائل، هاي هالنظريات اللي اكتشفت لك الف اختراع عنده، الف اختراع. هذا منين؟ مخ انساني من هالمخوخ عينا. ولذلك اينشتاين قالوا له يا معود احنا نريد منك شيء، نريد منك من تموت تسمح لنا نشرح مخك. قالوا ما عندي مانع، برا هو مخه للتشريح، قالوا ما عندنا مانع. مات، لما مات اجوا لمخه، طرحوا للمخ، فحصوه فحص دقيق وفحصوا مخ انسان عادي مشكل، جابوا اينشتاين حطوه هنا وجابوا مريهج حطوه هنا. المخ مخ مريهج واينشتاين شو عنده؟ ابدا الله يقول لك ما فرق. طيب منين هالعبقريه هاي؟ منين؟ منين؟ اتامل اراده الباري عز وجل، اتامل ابداع الخالق اذا اراد ان يضع بصمات الابداعيه. شلون ابداع؟ منين؟ شرحوا لي ابدا ما في فرق في الخلايا، في ترتيب الخلايا، في عدد الخلايا بالمره، لا نتوءات لا حفار زين. فاستغربوا شنو هالابداع منين؟ اذا المساله مو جايه من الماده، جايه ان الله عز وجل اذا اراد ان يظهر عظمته بالطيبات يعطي الطيبات لمن يشاء، يرزق من يشاء، نعم، ويمنع من يشاء زين. الباري عز وجل رزق من الطيبات، وبعد وفضلناهم على كثير ممن خلقنا، ممن طبعا هاي للتبعيض يعني على بعضها. الغريب انا شايف بعض المفسرين او اغلب المفسرين يقولون هاي على كثير، المقصود على جميع، على جميع، ها مو على، يقولون مو على قسم، لا يقولون انسان مميز على جميع الموجودات. هذا الواقع اولا خلاف الظاهر، وثانيا
انت تقدر تقول للمفسر يا اخي تشمدريك الجميع هي وين موجودة، تعايش بالكرة الارضية. انت تعرف العلم الان يوم على يوم جاي يدن يطي نظرية ان الكواكب الاخرى مسكونة، اكو عوالم اخرى مسكونة. العلم شوي شوي جاي يصل الى النتيجة. فمنو قال لك انت بس هنا الناس الكائنات منو قال لك وين موجودة ليش بهالسرعة؟ منو قال ان الانسان افضل من الكائنات الاخرى؟ مدري لقد تكون اكو كائنات مميزة تعيش لك في زاوية اكبرها من العالم، زاوية بسيطة اكبرها اسمها الارض. شنو قيمة الارض يا اخي ارجوك؟ انت تقرأ الان الفلكيين شي حدثوك اول العام، انا اشرف العام الى اول العام اكتشفوا نجم يبعد عن الارض 10 مليارات سنة ضوئية. تعرف شو بقول؟ الرقم زين؟ 10 مليارات سنة ضوئية. السنة الضوئية شنو ايش قد تحسبها؟ انت النور يمشي بالثانية الواحدة 185,000 ميل زين؟ بالثانية بال60 ثانية ايش قد يمشي؟ اللي هي دقيقة. بالساعة ايش كثر؟ باليوم ايش كثر؟ بالسنة ايش قد؟ الرقم مذهل يعني مروع. وبيننا اكتشفوا ان هاي بيننا وبينها 10 مليارات سنة ضوئية. فظيع يعني حكي والله يعني يدسك غريب. فانت شلون تجي تقول ان الانسان مميز؟ شو بدريك شكو بهالكائنات؟ العالم الدنيا الهائلة اللي ما تعرف لها بداية ولا نهاية تجي تقول ان الله فضل الانسان على جميع لا على كثير. شوف تعبير القرآن ايش قد دقيق. لا شك ان الانسان من الكيانات المفضلة المميزة، لكن على الكل لا مو معلوم. على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شنو وجوه التفضيل؟ اولا التفت، اول شيء ان هذا الانسان عنده طموحات مو مثل باقي المخلوقات. باقي المخلوقات الان الحيوان حطي شوية مية وحشيش واكل هنا اكثر من هذا ماكو. وقد يكون اكو بعض الناس هيك ترى اكو قسم من البشر هيك يعني حتى لهنا ويوقف اكثر من هذا طموح ما عنده. حطي ثوب وطعام وشم فلس وخلاص غير هاي ماكو، ما عنده تطلع ابعد من هذا ما عنده. ولا والله الانسان اللي عنده اللي مهتدي باداب الدين وباداب الرسالة وبالطموحات اللي الله خلقها عنده، لا تلقى عنده طموحات لا حدود لها. بينما الكائنات الاخرى ما عنده طموحات، هاي وحدة. ثانيا الانسان يتأثر باللي سبقوه، يعني احنا الان نتأثر باللي سبقونا بابائنا واجدادنا ونأثر باللي بعدنا ونتفاعل ما بيناتنا ايضا. معناه شنو؟ عندنا تراث حضاري. الحيوان ما عنده تراث حضاري، نبهلي. الكائنات الاخرى ما عنده تراث حضاري. بعد من ميزاتنا ان احنا عندنا في نفس الوقت الله تبارك وتعالى بعث لنا افضل الرسل، وان كان الحيوانات قد تكون لها انبياء من جنسها. جه هاي نظرية طبعا ما رطبها الشكوى طويلة عريضة ويرجي لها وحدها مستقل. المهم ان الانسان مميز، فضله الله على كثير ممن خلق تفضيلا، ميزه واعطاه الميزات. بس مع الاسف هذا الانسان على جميع ما اعطاه الله يا ريت يشكر نعمة الله. مو الله عز وجل يقول لموسى يا موسى ان لي ولعبادي لشأن؟ قال شنو يا رب شنو الشأن؟ قال اخلقهم ويعبد غيري وارزقهم ويشكر غيري. انا اخلقه ويقول سوتني الطبيعة وارزقه ويعبد غيري. يعبد شنو؟ يعبد القوة مالته. يقول انا تعبي حصلت مدريني. تقول له ما تشوف اكو كم واحد يتعب ويطارد ما يقدر يحصل لكم الخبز؟ انت شلون الله ميسر لك خبز الرزق؟ نبه الى ان الله هو الذي يعطي ويمنع. ارزقهم ويعبد غيري، اخلقهم ويعبد غيري وارزقهم ويشكر غيري. على اية حال ويبقى هو الواقع مشدود علما للاسباب الطبيعية. يتصور ان الاسباب الطبيعية هي اللي تحل وتربط من دون الله، يعبدها للدنيا عبادة غريبة. ولذلك الحسين يعبر هالتعبير: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم يحوطونه ما درت معائشهم فإذا محصوا بالبلاء قل الديان. واقعا هكذا عبيد الدنيا. لكن شوف الدنيا لها الحد تستعبد للإنسان إلى هالدرجة
تسلب من عنده حتى أبسط مظاهر الشعور بالكرامة، أن هذا يجي يبيع مقدسات أو دينه حتى إنسانيته يبيعها، يوصل الأمر إلى درجة بيع الإنسانية لها الدرجة. وإلا تأمل، عشيرة قتلوها اندفعت يوم القتل، عشيرة قتلت ما ظل أحد، ما ظل إلا صبايا وما ظل إلا أطفال صغار، وإلا عليلهم لو بيقابلي أعتقد ما كان خلوه. لهالدرجة حتى هذا مريض لا يمكن أن يضر، لا يمكن أن يعتدي. شوف عامل الإنسانية، الطريق كله يلح عليهم على قطعة قماش يحطها تحت السلسلة اللي حاطيها على رقبته، لأن أكلت لحم رقبته ما حد يعطيه إياه. ولذلك شايف القسوة لوين توصل يا حد؟ المنهال يقول وقع بصر الإمام زين العابدين عليه، قال لي منهال هذا؟ قلت بلى. قال منهال هل عندك ثوب عتيق؟ يا سيدي تسمع لي، شيل لك من الثوب العتيق. قال منهال أضعه تحت هذه الجامعة، لقد أكلت لحم عنقي. هذه ما أدري، خليني أستقر لحظة من الألم. منهال هل عندك شيء من الدراهم؟ قلت سيدي ما تصنع به؟ أقال منهال ادفعه إلى حامل الرؤوس فليبتعد بالرؤوس عن المحامل، لقد والله خزينا من كثرة النظر إلينا. وبالفعل كانوا واضعين الرؤوس وين؟ أمام مجموعة من النساء الثواكل. تصور امرأة تشوف رأس أخوها أمامها، أو تشوف رأس ابنها أمامها، عيونهن ما هدأت، عبراتهن ما رقت طيلة الطريق حتى أدخلنا إلى الشام. يا رأس مفترس الضياغم بالوضع كيف انثنت فريسة الأوغادي. هذا الرأس ما فارقها للمجلس أمامها، بالخربة أمامها، فكانت تختزن آلامها اللي تمر عليها بالنهار إلى أن يجن عليها الليل، تأوي إلى رأس أبي عبد الله، تجلس بجانب. ذبتني على الغروب قوة، لحقتك على ريحة الخوة، اشوفك عفتني بقاع شلوي بديرة غرب ما يمروع، تدر العدوب يا السوى شوط على مجونة الهوى، احمى الضايعات بعدك. الهي نسألك وندعوك ونتوجه اليك بوجهك الكريم، لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا يا الله، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، من على مرضانا بالصحة والعافية، آمنا في أوطاننا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.